نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 33، تفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس لدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على الإنكار. حديث حسن رواه البيهقي وغيره، نعم، وبعضه في الصحيحين. طيب، تفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه للمدعي على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه. طيب، باحد الفوائد يا اخوه من تكرار تسميع الحديث له اكثر من فائده. أوله أن يكون تسميعا لحفظ من يحفظ، يحفظ فيسمع زملاءه الآن نص الحديث الذي حفظ، هذه فائدة. الفائدة الأخرى، الذي لم يحفظ والذي جاء هنا الآن ولم يفتح الكتاب أو ما قرأ الحديث قبل، لما سمعه الآن من 3 و5 و10 زملاء يجعل الحديث عنده يعني شبه محفوظ في اللفظ. هذا يساعدك على الفهم عندما تريد تفسير آية أو شرح حديث ونصها واضح عندك وفي ذاكرتك، يساعدك على فهم الجملة وفهم الكلمة وفهم السياق. فهذا مهم قبل أن تقرأ تفسير آية أو شرح حديث، تكرر اللفظ مرارا حتى يستقر عندك في ذاكرتك، وبعدما يستقر أدخل في تفاصيل التفسير، مثلا إن كانت آية أو في شرح الحديث إن كان حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا في مجلس الليلة الأول في هذا اللقاء هو 33، سنأخذ الحديث الذي يليه أيضا إن شاء الله. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه الإمام النووي رحمه الله: حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. ماذا يقصد بقوله وبعضه في الصحيحين؟ بعض ألفاظ هذا الحديث في الصحيحين. طيب، الذي في الصحيحين هو كالتالي: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. أخرج لي الفرق الآن، أخرج الفرق بين رواية الصحيحين. هناك في الصحيحين ذكر الناس لادعى الناس، جيد، هذا في اللفظ، لكن في الجمل التي فيها حكم جملة ناقصة. هنا قال: لكن البينة على المدعي. هناك في الصحيحين قال: لكن اليمين على المدعى عليه، والمدعى عليه يقابل هنا من أنكر. إذن هناك في الصحيحين جملة ناقصة، ما هي؟ البينة على المدعي. لأجل ذلك أخذ الإمام النووي رحمه الله رواية البيهقي، عرفت لما؟ لأن فيها جملة ليست موجودة هناك، وهي جملة ذات دلالة مهمة في الفقه، في القضاء، في الحكم، فأتى بها لأجل هذا. وإلا فأي حديث عندما تجده في سنن البيهقي وتجده في البخاري ومسلم، أنت من أي المصدرين ستأخذ أبيهما أولى؟ صحيحان أولى. لكن عرفت لماذا ترك وأخذ هنا الذي في البيهقي؟ لأجل هذه الجملة، ومن باب الأمانة قال لك وبعضه في الصحيحين. إذن الحديث ليس بعضه بل أغلبه في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، والجملة هذه ما أخرجاه في الصحيحين بل أخرجه البيهقي وبعض أصحاب السنن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحديث كما ترى لا يتعلق بعبادة من العبادات ولا ركن من أركان الإسلام ولا حكم في العقائد، يتعلق بمسألة مهمة تخص القضاة والحكام في المحاكم والفصل بين الخصومات في القضاء وفي مجالس الحكم بين الناس. لماذا اختار الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث فجعله في 40 التي أرادها أن تكون جامعة لأحكام الإسلام الكبار والأبواب العظام والمسائل المهمة في مختلف أبواب الحياة؟ لأن هذا الحديث يا إخوة
أحد أصول القضاء التي يعمل بها القاضي الذي يحكم بشريعة الإسلام. القاضي الشرعي يعمل بمجموعة أدوات، عنده جملة من الآلات التي يعمل بها في الحكم بشريعة الله. هذا الحديث أحد أهم الأصول التي يعمل بها القاضي بشريعة الإسلام في الإسلام، فهمت؟ لما يأتي عند القاضي الخصمان، هذا يدعي شيئا، يدعي حقا، يدعي مالا، يدعي مظلمة على شخص آخر، الذي يشتكي عند القاضي يسمى المدعي، من الفعل ادعى وهو اسم فاعل، إذن هو مدعي. إذن هو يدعي ماذا؟ يدعي حقا له. ماذا يريد؟ يريد استيفاء الحق. ولماذا جاء إلى القاضي؟ ليحكم له، وحكم القاضي ملزم، فجاء يريد حقه. قلت لك سواء كان حقا في مال أو عرض أو حقا في زواج ونكاح وطلاق، هذه حقوق سواء كانت مادية أو معنوية، يأتي إلى القاضي ليحكم له ويقضي له على خصمه. إذن صاحب الحق مدعي. طيب، والذي يشتكيه عند القاضي خصمه من هو؟ المدعى عليه، يعني وقعت عليه الدعوة، فهو اسم مفعول، مدعى، هذاك مدعي وهذا مدعى عليه، يضاف الجار والمجرور لأن الفعل ادعى لا يتعدى إلا بحرف الجر. أقول ادعيت عليك ولا أقول ادعيتك، ادعيت عليك يعني رفعت دعوى عليك أو طلبت دعوى عليك. إذن الخصم صاحب الحق يسمى مدعي، والخصم الذي جاء يشتكيه عند القاضي. الحديث هنا يبين لك أيها القاضي ما الذي يلزمك من العمل إذا ما كنت في مجلس الحكم. دخل هذا يشتكي زوجته، دخلت هي تشكي زوجها، دخل هذا يشتكي شريكه في التجارة، دخل هذا يشتكي جاره، دخل هذا يشتكي شخصا تصادم معه بسيارة، إلى آخره. القاضي الآن سيسمع ممن؟ من المدعي. ولذلك في مجالس القضاء يبدأ القاضي فيقول للمدعي تفضل أسمعني ما عندك، إذن هو ابتداء يسمع من المدعي، فيعرض المدعي دعواه، يعرض المدعي دعواه ويسمع القاضي. لو كنت قاضي فسمعت الدعوة ماذا ستفعل؟ تسمع من الطرف الثاني. طيب، سمعت من الطرف الثاني، هذا أثبت وهذا أنكر، هذا قال لي عنده 1000 ريال ما أعطانيها، والثاني قال غير صحيح ما أخذت منه أو أخذت ورددتها، ماذا ستفعل؟ الآن اختلف في القول، صح؟ طريقة الإسلام كالتالي: تبدأ بالمدعي لأنه منشئ الدعوة، فتطالبه بإثبات قوله، تطالبه بالإثبات. كيف يثبت؟ وسائل الإثبات متعددة، منها وأهمها أن يأتي بشاهدين أو بشاهد برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين، كل هذا مما اختلف فيه الفقهاء. لكن طريقة الإسلام في البداية بعدما تسمع من المدعي فينكر المدعى عليه. لماذا أقول ينكر؟ لأنه لو أقر المدعى عليه ووافق وقال نعم صحيح انتهت الدعوة، حكم له وانتهينا. لكن متى يحتاج القاضي إلى أن يبحث عن طريق؟ لما يختلف القولان، هذا يثبت وهذا. الإسلام ماذا يقول؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو فتحنا الباب لكل أحد يأتي فيدعي دعوة وأعطيناه كما يقول، لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو فتحنا الباب لجاءك أناس فيدعون أموال الآخرين ودماءهم، يقول هذا قتل لي شخصا قريبا ويقول هذا أخذ مالي، سيفتح الباب وتنقلب الأمور إلى فوضى، صح؟ لكن الإسلام يرتب العمل، قال ولكن هذا الباب لا نفتحه، البينة على المدعي واليمين على. الطريقة في الترتيب كالتالي: يقول القاضي للمدعي هل من بينة على قولك؟
فإن أتى ببينة أجب، حكم له القاضي، انتهينا، أثبت قوله، قال هذا مالي، هذا توقيعه، هو وقع الآن هنا أنه استلم مني كذا، هو أقر بأنه إلى الآن ما سدد لي كذا، أو أتى بشاهدين، فجاء الشهود، نعم نشهد أنه أخذ ماله، نعم نشهد أنه سبه في السوق أمام الناس، نعم نشهد أنه ضربه بهذه العصا، نعم نشهد كذا، يشهدون بما قال، فيشهد الشهود. فإذا أتى بشاهدين أو بإقرار أثبته على المدعى عليه تمت له الدعوة وحكم له القاضي. هل نحتاج أن نرجع إلى المدعى عليه؟ إذا أردت فقط الاستفسار والتثبت من الدعوة، لكن ها هنا بإقامة البينة ثبت له الحق. طيب الخطوة الثالثة، لو قال المدعي ما عندي بينة، للأسف أنا كنت واثقا فيه وصدقته، ما كتبت ورقة ولا عندي شهود ولا كذا، أو ضربني وكذا وكنا وحدنا ما كان هناك شهود، فإذا ادعى دعوة وليس له بينة، ما عنده شهود ولا عنده إقرار، ما عنده شيء يستطيع أن يثبت به. الخطوة الثالثة، ينتقل القاضي إلى المدعى عليه. سمعت ما قال؟ هو يدعي أنك أخذت ماله، ضربته، شتمته، فعلت فعلت، فإذا أنكر وهذا ليس له بينة، يطالب القاضي الآن، يطالب المدعى عليه بنفي التهمة عنه. كيف ينفيها؟ قال واليمين على من أنكر، هذا المدعى عليه يدفع الدعوى بما؟ بالقسم. على ماذا يقسم؟ على خلاف دعوى المدعي. هذا ادعى أن له عليه حقا، يقسم أنه ليس له عندي شيء. طيب إن لم يقسم، يعني هذا ليس عنده بينة، وقال القاضي قف تفضل أنت ماذا تقول؟ فقال لا، كلامه غير صحيح، قال احلف يمينك، فأبى أن يحلف، ثبت الحق عليه وحكم عليه القاضي. لما؟ لأنه ما دفع التهمة والدعوة. فإذا حلف، فإذا حلف دفعها. طيب وإذا دفعها أنهى القاضي الجلسة وقال له اذهب لا شيء لك. فهمت الترتيب كيف حصل؟ هذا بصيغة بسيطة جدا وميسرة، كيف يفعل القاضي الشرعي عندما تعرض أمامه الدعوة. عندنا طرفان، مدع ومدعى عليه، وإذا ثبت فأقر المدعى عليه بما عليه من دعوة انتهت القضية، وإذا أنكر فإنه يطالب المدعي بالبينة، البينة على المدعي، فإذا أفاد بها وأثبت ثبت الحق له. فإذا لم تكن له بينة ننتقل للخطوة الأخيرة، وهي مطالبة المدعى عليه باليمين. ولفظ الصحيحين خال من الجملة الأولى، لو ادعى، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. وفيه كلام لأهل الحديث في صحة زيادة هذه اللفظة، ولهذا قال الإمام النووي حديث حسن، يقصد بهذه الزيادة، وإلا فأصل الحديث في الصحيحين صحيح. فهذه الزيادة فيها اختلاف، وصححها بعض أهل العلم، حكم الإمام النووي رحمه الله هنا بحسنها. إذن خلاصة الكلام في الحديث أنه أحد أصول القضاء والحكم في شريعة الإسلام التي يعمل بها القضاة في المحاكم بشريعة الله لتثبيت الحقوق وأدائها. يبقى تفاصيل هذا الحديث يطول جدا. البينة على المدعي، ما هي البينة؟ أما البينة فإما أن تكون إقرارا، فهذا إثبات حق وانتهى، إقرار من المدعى عليه أن يكون عنده ورقة فيها توقيعه وفيها شهود، أو أن يأتي بشاهدين، أو كما في آية البقرة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إن لم يوجد الشهود فإن المرتبة التي بعدها هي الحكم بشاهد ويمين. يأتي هذا المدعي وليس عنده شاهدان، ما عنده إلا شاهد واحد، فيقول القاضي هات الشاهد، تعال واشهد ماذا تقول، فيشهد. فإذا شهد بالحق وليس عنده شاهد آخر، الآن هذه نصف بينة، ماشي؟ نصف بينة لا تقبل ولا يثبت بها الحق. فثبت في السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين.
كيف يعني؟ بعدما ينتهي الشاهد يقول ما عندك شاهد آخر، نجعل مكان الشاهد الآخر يمينك أيها المدعي، احلف بالله أنه كذا على دعواه. فإذا ضم اليمين مع الشاهد، واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث، فلا يقول به الحنفية في مذهبهم وبعض فقهاء المذاهب الأخرى من أجل النظر في ترتيب الأدلة والجمع بينها على خلاف يطول ذكره، ليس هذا موضع بسطه. فإذا اليمين دائما في الدعاوى في جهة المدعي أو جهة المدعى عليه؟ في القضاء، في القضاء، في القضاء عند الحاكم الشرعي استعمال اليمين أو المطالبة باليمين تكون من المدعي أو من المدعى عليه؟ أعطيك السؤال بطريقة أخرى، اليمين في القضاء وسيلة إثبات أم وسيلة نفي؟ طيب هذا مما اختلفت فيه المذاهب أيضا الفقهية. القضية يا إخوة ليست سهلة، وحتى القوانين الشخصية في المحاكم البشرية الوضعية اليوم، قانون فرنسا، قانون أمريكا، قانون بريطانيا، يتعبون جدا في تفاصيل هذه المسائل لأنها ذات إشكالات كبيرة جدا وذات يعني خلافات كثيرة في أنواع القضايا والمشاكل التي تحصل عند القضاة في المحاكم. نظرة الإسلام هي هذا، وجدنا اليمين ها هنا في هذا الحديث أنه في جهة المدعى عليه، فقال الفقهاء هذا يدل على أنه وسيلة نفي، ولذلك استند الحنفية وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى أن الشاهد واليمين لا يستعمل في الشهادة لأن اليمين ليست وسيلة إثبات، مع أن الحديث صحيح لكن لذلك تفسيرات فقهية أخرى. ومنهم من يقول بل هو وسيلة نفي وإثبات. المذهب الوسط مذهب مالك وهو رواية عن أحمد، يقولون اليمين ليست وسيلة نفي ولا وسيلة إثبات هكذا بإطلاق، اليمين هي وسيلة يتقوى بها أحد الجانبين إذا ثبتت له قوة ليست كافية. هذا قول وسط تجتمع به الأدلة. فلما جاء هذا المدعى عليه في القضية وليس هنا بين للمدعي جانب المدعى عليه قوية أو لم يقوى، ليست قوة كافية تدفع الدعوة، هذا ادعى وهذا أنكر، لكن هذا ليس عنده بينة، حتى تقوي جانب المدعى عليه في براءته من التهمة يستعمل اليمين. لما كان المدعي عنده شاهد واحد فقط وليس عنده شاهد ثاني، جاء اليمين له من أجل تقوية جانبه لإثبات دعواه. فإذا بهذا تجتمع الأدلة في النصوص في النظر إلى المدعي والمدعى عليه، وتفاصيل هذا في القضاء وفي المسائل الشرعية أيضا يطول. خلاصة الحديث هو ما سمعتم قبل قليل، استعمال هذه من أحد أهم أصول الحكم الشرعي وأدواته عند القاضي في الحاكم في الحكم الذي يحكم فيه بشريعة الله. ننتقل للحديث الذي يليه 34. نعم. والمدعى عليه حلف. نعم. انتقضت الدعوة، يعني رد القاضي الدعوة خلاص ليس لك ولا عليه. جاء فلان يتهم شخصا كأنه كلام فاضي، جاء يتهم عندك بينة؟ لا ما عندي. وجئنا للمدعى عليه فحلف أنه ليس له عنده شيء، انتهت الدعوة، لن يثبت فيها القاضي شيئا. نعم. سؤال؟ لا عليه ولا عليه. نعم، لا له ولا عليه. إذا ما في سؤال نبدأ في الحديث الذي يليه. ها؟